وتبدأ قصة جديدة، قصة خالد محي الدين مع حزب التجمع التأسيس، وفكرة أنه ولاؤه لبلده كفر شكر، دي قصة بيتحاكى بيها دايما. ده صح، بس هي أبناء دايرته من قبل الحزب. يعني أبناء دايرته من هو بيرشح روحه في مجلس الشعب. يعني الحزب ده سنة 76 لما أسس حزب اليسار الأول، كان اسمه كان حزب اليسار والوسط واليمين، وبعدين كانت منابر منبر أسف منبر اليسار، وبعدين بقى حزب التجمع. ف يعني هو علاقته بالفلاحين كان بيخدم أبناء دايرته بشكل، لدرجة إن والدتي قالت له يا خالد أنا مش هقدر كل شوية حد يضرب علينا الجرس، مفيش حرمة للبيت، أرجوك يا خالد وأبقى نازلة تحت يسألوا خالد الريس جاي إمتى رايح، كانوا بيسموه كده. فالمهم قالها طب عشان أريحك خد شقة أجرها، وأبناء الدايرة بتاعته يروحوا له هناك لما يبقى له لهم طلبات، لأن هو مكتب معين له هو بيأجروا عشان يروحوا. كانت والدتي تقول له دي مش دايرة كفر شكر يا خالد، دي دايرة الانتقام بيعملوا فيك عنه. كل المحبة طبعا لدايرة كفر شكر. العسيرة طبعا. هي كانت بتقول له زوجة، تقول له مش معقول يعني شوية بس كده يا خالد. يعني يكلموه في التليفون، فهو بيقول لها ما تتكلميش معايا. دي كان بقى هو كان ديكتاتور في البيت في الحتة دي، عندوش تفاهم. هو اتخلق لخدمه الناس بشكل سياسي. ده عمره كان عن يجبر خواطر الناس كلها. يا منى هقول لك منى بقى عشان انت زي بنتي الصغيره. ومش بس كده، لا العفو. هو انا كمان اتشرفت بمقابله العظيم خالد محي الدين. انا ارجع من عندك مبسوط بشكل طاير من الفرحه، بيقول لي مامي ايه الازازه والطعامه طبعا هتشيلي الحته دي عشان قلت مامي. لا مش هشيلها، ده كان 2006 2007. ايوه لا كان قبل، لا بتهيألي قبل 2006. والله بيقول ايه ده. طب انا هقول لكم بقى، بعيدا عن التصنيفات السياسيه، يعني في ناس ممكن تحب خالد محي الدين عشان هواها السياسي يناسب هواها السياسي، او لانه في جزء تاريخي بيجمعهم سويا. انا كنت بحب والد حضرتك جدا، لاني قريت قد ايه هو كان انسان نظيف اليد، حقيقي عفيف اللسان، رفيع الخلق حقيقي. يعني حتى اللي زملوه كان يقول لهم لما تتكلم في السياسه حتى لو انت معارض اغسل الفاظك بالميه والصابون. ده بالظبط. يعني ايه ده؟ ايه ده؟ وبالرغم من كل هذا كان صريح جدا، بالدرجه انه لما نشر مذكراته والان اتكلم كان في صدمه في العالم العربي من كتر من فرط صراحتها وفرط ادبها. انا بالنسبه لي ده شخصيه ايقونيه، عشان كده يوم ما قابلته يا استاذه سميحه ده من الحاجات اللي مأثرة جدا في حياتي وفي السي في بتاعتي، عشان كده بقول لحضرتك المحبة متبادلة. لا هو كمان عنده أبويا بقى، ده حقيقي مش عشان كده، عنده كاريزما، مش عارفة كاريزما اسمها ايه بالعربي، عنده قبول طاغي. لازم يخش قلبك، ابني الصغير طلع زيه، لازم يخش قلبك. هو كان استثنائي. لا كان استثنائي.